اخيب موقف داز لي في 2018 هي واحد النهار بكيت الوالده. علاش؟ عملت لها واحد المنظر ما عجبهاش وبدات كتبكي. هذاك هو اخيب موقف. كنتمنى نبدل الاغلاط ديال الماضي باغلاط نبدل الاغلاط ديال الماضي بشي حاجه لي ما احسن في المستقبل ونفرحوا الوالدين 2018 داز زعما مزيانه بخير على خير. واحد الحاجه اللي كنطلب من الله الزواج ان شاء الله الرحمن الرحيم، شوف بنتي هاجر ونور الدين ان شاء الله. شحال هادي ما شدهم تقريبا شي 6 سنين هادي تقريبا. شنو السبب؟ السبب تفرقت مع امها وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. غنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوفهم ان شاء الله الرحمن الرحيم نال قد اكفس حاجه دوزت الخيانه في 2018 كنتمنى ما تعاودش في 2019. كان يعني صادق يعني كنا ناويين نتزوجوا، يعني تصدمت فيه بشي حوايج بزاف، يعني ما نويتش يدير بحال هكا. نقول لك في 2018 كنت كتشاب روح بروغرام ديال الرياضه ديال الميسكولاسيون، كنت شابرو معوض وصدق وقع لي شويه ديال العين وما بقاتش الامور كيف ما هي. هذيك بس انا كتعرف هذا المجتمع ديالنا بغى اللي يبغي لك الخير واللي ما بغيش يشوفك احسن منه. الطموح ديالي في 2019 ان شاء الله بعد رضا الوالدين هذه الاولانيه الواحد يشبر في الصلاه ديالو. اخي حاجه دازت لي في 2018 هي كررت السنه، ودابا في 2019 ما كرهتش زعما لاحق على صحابي. أسوأ موقف والله ما نقدر نقول لك زعما ما عقلتش ما استحضرتش شي موقف، ولكن واحد المره كنت غادي في الشارع واحد الطوموبيل شخشقتني فزقاتني، وكان عندي واحد الموعد ماشي غرامي طبعا، واحد موعد لقاء عمل، ومع الاسف توسخت وتعطلت على لقاء العمل ورجعت للدار بدلت الحوايج وكل شيء وعملت كولونيا ايوا وما سحب لهم انا مغربي، تعطلت حتى انا مغربي، ولكن انا كنت زعما باغي نجي في الوقت غير مشى لي موعد العمل مع الزبناء وهذا.